السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مايس معكم من جديد لأقوم اليوم بتحديد الدرس رقم 3 الانتقالات وتأثير الحركة. نبدأ من الصفحة 29 ونحدد عنوان الدرس الانتقالات وتأثيرات الحركة، ثم بعد ذلك نكتب في الأعلى باختصار: الانتقالات هي حركات انتقالية بين الشريحة والأخرى، أما تأثيرات الحركة فهي حركات يتم تطبيقها على العناصر الموجودة على الشريحة. يعني الانتقالات شريحة تذهب وشريحة تعود لتعرض على الجمهور في العرض التقديمي، ولكن يتم هذا بانتقالات بين الشرائح، تأثيرات حركية بين الشريحة والأخرى. أما تأثيرات الحركة فهي للعناصر الموجودة على الشريحة الواحدة، يعني صورة مثلا تظهر بحركة معينة، مربع نص يظهر بحركة أخرى، زر يظهر بطريقة ما، هذه تسمى تأثيرات الحركة. نبدأ بالدخول للدرس الآن ونحدد: الانتقالات هي عبارة عن الحركة التي تحدث عندما تنتقل من شريحة إلى أخرى أثناء تشغيل العرض التقديمي. نذهب إلى الصفحة 30، نحدد من أعلاها ضبط التوقيت. عند تطبيق تأثير الحركة على العناصر يتم تفعيلها تلقائيا لتبدأ بمجرد الضغط على الفأرة، ولكن إذا كنت تريد أن يظهر العنصر تلقائيا عند عرض الشريحة، أو إذا كنت تريد دمج عدة تأثيرات لتشغلها في وقت واحد، ستحتاج إلى ضبط توقيت التأثير. ننتقل إلى وسط الصفحة ونحدد من الكلام الوردي: كل تأثير انتقالي له مدته الافتراضية، يعني على حسب التأثير الذي اخترته للعنصر فإنه يأخذ وقتا لكي يظهر أو يختفي أو يتحرك أيا كانت الحركة على الشاشة. هذا الوقت محدد افتراضيا لكل حركة من الحركات، أحيانا ثانية، أحيانا ثانية ونصف، أحيانا أقل، أحيانا أكثر، كل حركة لها وقتها. ومع ذلك تستطيع تغيير توقيت عرض الحركات في باوربوينت سواء كانت انتقالية أو تأثيرات حركية، وكل هذا سوف ندرسه في الجزء العملي إن شاء الله. ننتقل إلى الصفحة 31 ونحدد منها تأثيرات الحركة. تتيح التأثيرات إظهار العناصر أو إخفاءها تدريجيا في الشريحة، أو استدارتها، أو جعلها أصغر أو أكبر، أو تغيير لونها، والانتقال من الأعلى إلى الأسفل أو العكس. انتقل الآن إلى أسفل الصفحة للنص الوردي هذا وحدد منه: يمكنك معاينة تأثير حركة بصورة مؤقتة، وذلك بتمرير مؤشر الفأرة أعلى التأثير مباشرة لثانية واحدة دون الضغط. وسنؤكد على هذه النصيحة الذكية إن شاء الله في الجزء العملي أيضا. ننتقل الآن للصفحة 32 ونحدد من أعلاها في النص الوردي: تظهر الأرقام الصغيرة بالترتيب الذي ستحدث فيه تأثيرات الحركة. كل عنصر تضع له حركة سوف يتحرك بناء على ترتيب معين، بعضها يتحرك مع بعض أحيانا، وبعضها تتلو حركته العناصر الأخرى. كل هذا تبينه أرقام معينة توضح ترتيب عرض تأثيرات الحركة هذا. بطبيعة الحال سوف نتحدث عنها بالتفصيل في الجزء العملي. بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من تحديد هذا الدرس. لا تنسوا عمل لايك، شير، سبسكرايب، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. إذا كان لديكم إضافة تودون إضافتها لا تترددوا بفعل ذلك، قوموا بتسجيله في الكومنت أسفل الفيديو على اليوتيوب. محمد مغيث كان معكم من قناة حاسب آلي، إلى اللقاء.